حطتنا الأخيرة لليوم مع الموهبة السورية والفن. هو شاب مجاله الأكاديمي بعيد كتير عن موهبته، ولكن مهارته العلمية يمكن كانت سبب من أحد الأسباب نجاحه بالغناء. ليا، عم نحكي عن ضيفنا طالب طب الأسنان محمد عكرمة الموهوب بالغناء، شاب من بلدنا سوريا الولادة دايما بالمواهب. رحب فيك محمد وأهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامة. الله يسلمك، برحب فيكم. شكرا على الاستضافة الحلوة، شكرا على المقدمة الجميلة. الحقيقة مثل ما ذكرتي، يمكن طب الأسنان أحد عوامل أسهمت بهذا الشيء، ولكن طول ما أنت متعودة بحياتك على ليمت عالي أو إنه مستوى عالي دائما في التحصيل العلمي والتحصيل بأي مستوى بتفوتي، فهذا الشيء بيخليكي إنه تطمحي لتجربي كل شيء بحياتك. وبالنهاية نحن كلنا برحلة بالبحث عن الذات، يعني بالنهاية كلنا نتعلم كل يوم شيء جديد وما بتعرفي وين الطريق بياخدك. نعم، يسعد صباحك عن جديد محمد. دكتور محمد، يمكن تفوقك مثل ما ذكرت بالمجال طب الأسنان وموهبتك، هن شيء كتير بيكملوا بعض. خلينا نحكي عن العوامل، عن الظروف يلي مرقت فيها، عن يمكن تصميمك على نيل الشهادة العلمية والمتابعة بثقل الموهبة بشكل صحيح. نعم، الحمد لله رب العالمين. أول شيء نحن طب أسنان، كطلاب طب أسنان متعودين الواحد دائما يكون كل يوم على تحصيل علمي، كل يوم على معرفة لمعلومات قد لا تخص معلومات عامة، يعني حتى سواء بمجال العلمي أو الثقافي، لأنه أنت بالنهاية دكتور، والدكتور بشكل عام بيكون أرقى طبقة وواجهة الدولة هو طبعا والفنان. فأنا بحس أنه ما نو كتير بعيد، أنت ذكرتي بالمقدمة ما نو كتير بعيد عن بعض، وبالنهاية كله فن، يعني طب الأسنان بالإضافة لأنه علم بس هو كتير فن، والدكتور الناجح هو اللي بيخلي الشخص بإيده يخلي الشخص جميل، فهذا فن يعني بالنهاية. أنا آسف بس ما وجهت سلامي لسوريا، ما وجهت سلامي للشام. أنا شو رأيك توجهه بصوتك؟ لازم تسمعنا شيء. يا شام، يا شام، للشام. انا هي السنه الاولى بحياتي، انا كنت عايش بالكويت طول حياتي واجيت لهون على حياتي الجامعيه، فانا لهالسنه لحتى جيت جربت اعيش الشام، جيت ترددت اكثر من مره، وانا صراحه هيك يعني حابب اعيش فتره، اخذ فتره منيحه بالشام، لانه هي بصراحه ما يعني هذا اللي طلع معي، يعني هذا يمكن حاسين بالمشاعر والمشاعرك لايف حاسينها. طيب خلينا نحكي عن موهبتك محمد، كيف بلشت بالبداية؟ مين دعمك؟ الأهل؟ كيف تم اكتشاف هي الموهبة بالمدرسة؟ الحقيقة بالمدرسة الحقيقة أنا شوي هيك ميال على الفن بشكل عام، يعني سواء مسرح سواء تمثيل سواء كل هالمجالات، أنا بحب اي شيء له علاقه بالفن. فمثل ما قلت لك انه الطريق بياخذك، فممكن اخذني شوي لهون، وجربت يعني حسيت انه في انا عندي شيء ممكن اطوره، وبالاجتهاد الشخصي لها لحد الان يعني، ونامل انه كل يوم نكون احسن ان شاء الله. سمعنا يعني شيء جديد، مو كلمه، مقطع، يعني نحن طماعين شوي. لا، هي تحيه للشام. ايه، هي تحيه. موطني موطني الجلال والجمال والسناء والبهاء، في رباك والحياة والنجاة والهناء والرجاء، في هواك في هواك هل أراك
سالما منعما وغانما مكرما سالما منعما وغانما مكرما هل أراك في عوداك تبلغ سماك تبلغ سماك موطني موطني. يسلم هالصوت. يعني محمد انت بتفكر انه بتشارك ببرامج هواة او بتفكر انه انت شوي هيك تطور موهبتك اكثر عند اساتذه يمكن مختصين بهذا الشيء ولا هي اخذها بس هي مجرد هوايه مرافقه لمهنه الطب؟ هلا الحقيقه انا عندي مبدا بالحياه انه لازم كل خطوه الى شيء معين. فالواحد بس ممكن يكون جاهز بس هلا ما وقته الخطوه. فأنا مع إنه الواحد يكون كتير جاهز، مع رفع اسم سوريا، مع إنك أنت تكون جاهز على كل المستويات علمياً لازم تكون أدى. طب هل أنت عم تخضع لتدريبات بتكنيك الصوت؟ تماماً، أكيد بإذن الله، يعني وهذا الشيء ما رح يتوقف، بس بحكم هلأ الكلية طبعاً والدراسة العلمية شوي أو طب الأسنان، فيمكن إسا ما أخذ وقت، يعني ما أخذ حقه هذا الشيء. ولكن ان شاء الله اطمح اكيد للدراسه الاكاديميه لانه والمعهد العالي المعهد العالي اكيد يعني هذا حلم كل انسان طموح وكل انسان بيحب الفن يعني بالنهايه. طيب خلينا نحكي عن مواقع التواصل الاجتماعي اللي من خلالك انت عم تحاول يمكن تنشر موهبتك بالغناء، قديش مهم اليوم لدعم هي المواهب الشاب اليوم اللي يمكن اللي بحاجه لحدا يدعمها ضمن ظروف صعبه عم نعيشها؟ نعم، الحقيقه انا بفضل كلمه ساهمت أكثر من أي مصطلح. هي ساهمت وهي عم تساهم في مساعدة، لأنه بالنهاية الموهبة هي اللي بتحكم وتعبك هي اللي بتحكم. يعني أنت ممكن تنجح بصورة، ممكن تنشهر بصورة، ممكن تنشهر بصورتين، بس إذا ما تابعت على حالك وقدرت يعني تشتغل على حالك عمليا ما راح تساعدك. يعني انت بالنهايه لازم تساعد حالك. هي قد تكون هلا جزء كثير مهم من حياتنا بشكل عام، أكيد انه عم تشتح جميع تفاصيل حياتنا اليوميه. تماما، بس بالنهايه مثل ما قلت انا تعبك الشخصي يعني هو الفارق دائما. يعني هي بتساهم وبتساعدك، بس انت لازم تكوني قدة، ولازم يعني لازم يكون في مثل نرجع للسلم، انه انت لازم يكون عندك كل 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 فتره خطوه جديده. انا بصراحه اخذها من باب السلاية. في الصبح عبالي غني او هيك فبنزل مقطع، يعني ما انا وباللادقية غير شكل الغناء. لا اللادقية شيء ثاني، الشام على عين وراس، بس اللادقية شيء ثاني. نعم، بتحب تسمعنا شيء اخير قبل ما نختم؟ طبعا الغنية هي مهداة إلى روح أختي الله يرحمها، مهداة إلى كل أنثى. صباحنا غير لأنه في أنثى فيه، وصباحنا غير لأنه أمنا موجودة وحبيبتنا موجودة وزوجتنا موجودة، وكل والأنثى هي 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 الشام يعني. صح مزبوط. لجسمك يا عطر خطير النوايا يقيم بكل الزوايا ويلعب كالطفل تحت زجاج المرايا يعربش فوق الرفوف يجلس فوق البراويز يفتح باب الجار ليلا ويدخل تحت الثياب. لجسمك يا عطر خطير النوايا، لجسمك يا عطر به تتجمع كل الأنوثة وكل النساء، لجسمك يا عطر به تتجمع كل الأنوثة وكل النساء. يدوخني
يذوبني ويزرعني كوكبا في السماء ويأخذني فراشي إلى أي أرض يشاء وفي أي وقت يشاء لجسمك عطر خطير نوايا. نتشكرك محمد على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق بكل خطواتك القادمة. شكرا كثير لك. شكرا كثير، موفق بحياتك على الصعيد العلمي وعلى صعيد الموهبة. شكرا كثير وأهلا وسهلا فيك والحمد لله على السلامة. يسعد صباحك. أكيد.